نشاطنا اليوم مع الإغاثة الإسلامية الفرنسية، قدموا 200 حقيبة مدرسية بكافة محتوياتها الهندسية والقرطاسية والمساحات والبريات وكل ما بيلزم الطفل، إضافة لشنطة صغيرة فيها أدوات صحية، صابونة ومعجون أسنان وفرشاية. وهذا النشاط بيجي استمرار لأنشطة الإغاثة الإسلامية الفرنسية والتعاون مع المركز الثقافي، حيث أنه نفذوا نشاط مدته سنتين 2012 و2013 مع أطفال ل 30 طفل من المحافظة، وإحنا بنتأمل مزيد من الأنشطة مع الإغاثة الإسلامية الفرنسية لأطفال محافظة طول كرم.